هذا وقد توشحت عدد من المباني في مملكة البحرين باللون الأحمر والأزرق احتفاء بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. يأتي ذلك انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة التي تمتد لأكثر من 200 عام ومرت بالعديد من المحطات المضيئة التي أسهمت في تعزيز هذه العلاقات.